بكم ومرحبا بكم البنات في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو هذا الطبق الرائع كيف ما كتشوفوا، الطبق ديال الدجاج بالبطاطا ولاصوص، مرافق بهذا الطبق ديال مرافق رافقته انا بالرز. هذا الطبق راه كيجي لذيذ، كيجي رائع، كنتمنى تجربوه، كيجي مختلف على الاطباق. راه حنا كان يعني كل نهار كنصبوا الطاجين يعني في طنجره الضغط ولا هذا، يعني هذا الطبق كيجي مختلف، كننوعوا شويه. كنتمنى تجربوه. غندوزوا دابا للطريقه والمراحل، تابعوا معنا. الخطوه الاولى كنقبط بطاطا، كنقيها ونظفها ونقطعها طريفات الشكل اللي بغيت، طولي على شكل طولي ولا دوائر ولا اللي بغيت. كنردها تفور مع مليحه القدر اللي بغيت نديرو. كنرجع ناخذ الرز، زلافه هذا الرز انا درت زلافه، وانتم الاختيار لكم، اللي بغيتو ديروا كميه اكثر ديروا. خديت الرز ديالي غسلته مزيان، رديته تسلق عاوتاني حتى هو مع مليحه. دابا الرز ديالي راه كيتسلق وبطاطا راه كتفور، وغادي نرجع نرقد معكم هاد الدجاج. كنحتاجو لهنا للدجاج، وغادي ندير هذا الربيع. هنا قررت الربيع، القزبور والمعدنوس، قطعتهم ودقيتهم مع مليحه، ما درتش تسومه غير مليحه. وغادي نصوب الشرموله ونرقد فيها هاد الدجاج. غادي نصوب الشرموله ديالي هكذا بحال هكا، نصوب الطريف ديال الدجاج. غادي نصوب الشرموله، غندير الكمون بحال هكذا، غادي ندير الابزار هكذا الابزار، وغندير التحميره، وندير واحد نصيص ديال الدامه ديال البنة. انا قطعته غير نصيص، ما نديروش بزاف، غير نصيص درت. وغادي ندير مليحه، واخا دقيت هاد الشرموله بالملحه غنزيد شويه، وندير الزيت، زيت العود. انا اخترت ندير زيت العود، نتوما الاختيار لكم. صافي غادي نخلط هاد الشيء ونرقد فيه الدجاج، نخليه كيشرب على جنب. دابا هكذا كنذوقو ونشوف واش الذوق هو هذاك، يعني ما مخصوش لا من المليحه لا من شي حاجه. وغادي نقبط هذا الدجاج ديالي هكذا ونرقدو ونخليه كيشرب على ما تفور لي البطاطا، على ما يتسلق الرز. غادي نرجع معكم ونشوفوا الخطوه الثانيه. دابا انا غادي نخلي الدجاج ديالي يشرب. من بعد ما خليت الدجاج ديالي كيمرقد في ديك الشرموله، غندوز نوجد معكم لاصوص. هانتوما كيف ما كتشوفوا حكيت مطيشه، هنا عندي مطيشه محكوكه، جوج مطيشات كبار هنا عندي محكوكين. خديت واحد المعلقه من داك الشرموله اللي وجدت اللي رقدت فيها الدجاج. كناخذ هكذا الكسروله ديالي ونخوي فيها هاد مطيشه باش غادي نوجد لاصوص، وغادي نزيد نصحح الذوق بنفس التوابل. شويه ديال الكمون ماشي بزاف، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، وغندير زويته هنا، واخا ندير زيت المائده معليش. غادي نخلط هذا الشيء وغادي نردو فوق البوطه على ما توجد لي لاصوص ديالي، ويطيب الرز نطفي عليه، وتوجد لي البطاطا حتى هي تفور ويشرب الدجاج. وغادي نرجع معكم نشوفوا الخطوه المواليه. ودابا كيف ما كتشوفوا البطاطا ديالي فورات، يعني طابت، راها طايبه. درتها هنا في المول ديال اللي نيت غادي نطيب فيه هذا الطبق في الفران، درتها نيت في هذا المول باش ما نبقاش كنحول من هنا لهنا. والرز ديالي ها هو وجد، يعني راه تسلق، يعني مازال غادي نتبلو. اشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هذا من هاد الشرموله اللي مرقده فيها الدجاج ديالي. هنا حيدته من هاد الاناء الكبير هذا، باش الشرموله اللي بقات غادي نستغلها. غادي ندير هنا في الرز، غندير في الرز هكذا واحد جوج معالق
على حساب يعني اللي عندكم. وغادي ندير هنا في بطاطا، باش غادي نشرمل هذا الشيء هكذا. غادي نزيد هذا الشيء، غادي ضروري اي حاجه درنا لها هكذا داك الشرموله اللي بقات لنا ضروري كنزيدو نصحو الذوق. غادي ندير شويه الكمون، غندير هنا وهنا، ماشي غير في بطاطا، غندير حتى في الرز كيف ما كتشوفوا. غادي ندير الابزار، الابزار عاود التحميره، غندير بعدا التحميره شويه هنا وشويه هنا. غادي ندير الابزار، الابزار عاوتاني غندير شويه هنا في البطاطا وشويه هنا في الرز. صافي غادي نخلط انا هادشي، غادي نخلط هادشي هكذا باش البطاطا ديالي تشرب هاد الشرموله هادي. ونزيد نصحح الذوق بمليحه، ندير مليحه هكذا في البطاطا، ونزيد حتى في الرز هكذا. وهنا حنا كنذوقوا عيننا ميزاننا بالنسبه للمذاق، لا الملحه ولا الحاجه اللي يعني هكذا اللي كنبغيوها، حنا كنصوبوا وحنا كنذوقوا. بالنسبه للصوص اللي بغى يدير لها الحر يدير لها الحر، يعني الحر كيبقى دائما اختياري. انا دابا غادي ناخذ هاد الرز ديالي ونخلط بحال هكذا، غادي نخلط حتى الرز كله توصلوا ديك التوابل وديك ديك الشرموله اللي درت فيه، وكله غادي يتسبل باش يجينا لذيذ ويجي مزيان. دابا غادي نجيب المول فين ندير هذا الرز. دابا غادي نخوي الرز ديالي في هذا المول هكذا، وغادي ندخل الرز ديالي للفران. راهم كيوجدوا في وقت واحد، كيوجدوا في وقت واحد هذا، لا بالنسبه لهذا المول اللي فيه البطاطا والدجاج، ولا المول هذا ديال الرز، راهم كيوجدوا في وقت واحد. وكيدير واحد الطبقه زوينه هذا الرز، كيتعلق من الفوق. اشنو دابا خصني واحد الخطوه، غنزيد عليه شويه ديال زيت العود. هاد زيت العود كتجي فوق الرز كتجي رائعه. دابا هاد المول ديالي ديال هذا ديال الرز جاهز، هذا بقى له يدخل الفران. دابا غنخليه على جنب باش ندخلهم قد قد، غادي نخليه هنا باش ندخلهم قد قد. دابا من بعد ما ستبت البطاطا ديالي كيف ما شفتو معايا قبيله، غادي ناخذ لاصوص راه وجدات لي هانسو. وهاد لاصوص ديالي كتواتيها زيت العود، حتى هي غندير لها شويه ديال زيت العود. هي لاصوص هكذا كطيب حسن ما كنديروا مطيشه محكوكه خضراء، احسن كطيب هكذا. وعاد كنعاودو نديروها هنا في المول. دابا غناخد الدجاج ديالي ونستفو بالشكل اللي بغيت، الاختيار ليكم. الطبق كيجي رائع، كنتمنى تجربوه، غير جربوه وردوا عليا الخبر. هانتوما كيف ما كنوزع هاد الدجاج هكذا كامل، كنخوي هاد شويه ديال الشرموله اللي بقات هكذا. وبنفس الطريقه كناخد زيت العود وهكذا ونخويها فوق هذا الطبق اللي هذا. دابا صافي، دابا راه جاهز بقى له يدخل الفران. كناخذ زيت العود هكذا ونزيدها من الفوق وصافي. دابا بقى لي غير ندخل هاد الاطباق ديالي بجوج للفران ونتلاقاو في الشكل النهائي. وكان هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم البنات، كنتمنى تجربوه، راه كيجي رائع، كيجي لذيذ، كيشهي لا في المنظر ولا في المذاق، راه غزال غير جربوه. اللي رافقناه مع الرز كيف ما كتشوفوا، الرز راه كيجي معلك، الطبقه الفوقانيه كتجي معلكه. انا غادي نوريكم كيفاش، هانتم كيفاش كيجي الطبقه الفوقانيه كتجي معلكه. هانتم ها هو الفرق من البلاصه اللي هزيت، كيتحمر من الفوق، وديك الزويته ديال العود اللي كان نزيدو من الفوق كتخليه يتعلق. وهذا الطبق كيجي رائع، جربوه ما تردوش. شكرا على المتابعه، شكرا لجميع الاخوات، شكرا للميمات، شكرا للجميع اللي شاف هذا الفيديو هذا، شكرا لكم. ما تنسوناش باللايك، دعمونا، شكرا على المتابعه، خليتكم على خير.